إذا هي مبادرة كبيرة ورائعة باش تكون تزنيد في قلب مدينة أكادير للقاء المواطنين ديال الناس ديال أكادير وسواسا، وكذلك الناس ديال تيزنيت اللي كيجيو يشوفوا بلادهم في وسط أكادير، واللقاء مع السواح والخاتخ اللي الحمد لله أنه واحد العدد من التجار اللي هما اليوم موجودين هنا باش يعملوا بطيلة الأسبوع اللي كانت أسبوع عطلة في المغرب، يعني نشاط اللي هو جد مهم، ولكن كذلك يعني أسبوع جد مهم لأنه كيبين الذاكرة ديال مدينة تيزنيت، الذاكرة ديال الجهة ديال يعني ديال الإقليم ديال تيزنيت كله، النشاط ديالو، الحيوية ديالو، الثقافة ديالو، الإمكانيات اللي كاينة، وكذلك يعني الطيبوبة ديال الناس اللي هي موجودة واللي كترحب بسكان أكادير. شكرا.